تنطلق غدا السبت امتحانات شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة دور ثاني للعام الدراسي 2021-2022، حيث يؤدي اختبارات الدور الثاني قرابة 157 ألف طالب وطالبة ب 300 لجنة سير على مستوى جميع الشعب العلمية والأدبية. يؤدي الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية. تستمر امتحانات الدور الثاني حتى يوم 30 من أغسطس الجاري وفق الجدول المعلن مسبقاً.